ونبقى في الشأن الإنساني، فخلال مشاركة دولة الإمارات في قمة التضامن مع اللاجئين التي عقدت في العاصمة الأوغندية كامبالا بحضور رئيس أوغندا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريس، أعلنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي عن تعهد دولة الإمارات بمبلغ 18 مليون و400 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم أزمة اللاجئين في أوغندا، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة للدولة التي دعت إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل العمل على سرعة إنهاء مختلف الأزمات ومضاعفة الجهود الإنسانية والإغاثية لدعم النازحين واللاجئين أينما وجدوا.